الحمد لله الباسط الغفار القوي القهار الذي نهانا عن التمتع خطوات أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل على وجه الأرض بعضهم الأخيار وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأطهار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا ونور حياتنا نبينا محمد وآله وصحبه والخير والأبرار أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله دوغو إسلام قبل مياك الف موجم أنه كنيوما وأنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم أليواهي كسيما إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشفو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون الخمسين امرأة قيم واحد وفي رواية أخرى ويكثر فيها الحرج والحرج القتل ما نحدثه نكوانبا حقيقة كتك ألامة كياما كوندوكا وإليمو نكو كثيري وجينكا نكو ذهيري وزنيفو نكو نيوة وليفي na kuondoka kwa wanaume na kubakia wanawake mpaka itakuwa wanawake 50 kwa mwanamume mmoja na ikaja katika mapokezi mengine na kukithiri vita ulimwenguni ndugu wa Islam angalieni miujiza ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanavyothibiti katika zama zetu hizi maneno haya ameyasema kabla ya karne 1000 nyuma Leo hii ndio yanadhihirika tujiulizeni ulevi upo haupo uzinifu upo haupo ujinga katika vichwa vyetu upo au haupo wanachuoni wameondoka au hawakuondoka katika ardhi hii mpaka sasa tumekuwa tuna wajinga wanaokuwepo katika vioo vya televisheni au katika redio na kuhojiwa au kuulizwa maswali bali hata misikitini watu wa aina hii wamejaa na kutoa fatawa bila elimu au kujibu swali bila elimu mtu akisha kujisikia anaitwa shekhe mtaani kwa kuvaa kilemba na joho au koti basi hujiona hakuna kama yeye kumbe anaangamia na anawaangamiza wengine Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaendelea kusema na kukithiri alharaj. Akasema maana alharaj. Maana yake ni vita. Je, vita ulimwenguni vipo havipo? Waislamu wenyetu kwa wenyetu tunapigana. Mayahudi na makafiri wote hao wanatupiga vita. Je, nini tufanye? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema mtakapoona hivyo Jueni kiyama kisha karibia. Na tulizaneni katika majumba yenu. Mkimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhi na mchana. Asikutetinisheni. Na vitimbi vya kupelekea motoni. Na kumuomba akupeni mwisho mwema. Haya ndiyo aliyotuhusia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Basi ole wake. Tena ole wake. Tena ole wake. Mwenye kuwa na moja kati ya sifa hizo tulizozitaja maangamio yatakuwa juu yake tunamuomba Allah atupe mwisho mwema kwa utukufu wa rehema zake amin wallahu tabaraka wa taala yakul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idha quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala azza min qailin alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي اتضح بالحق في المغارب والمشارق، وعلى آله ملاح وميض بارك، وعلى الخليفة من بعد المختار وأكمل المهاجرين والأنصار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، الثابت في الضيق خليفة رسولك سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى أعدل الأصحاب وزبدة الأخباب، الناطق بالحق والصواب، من له الفضائل من كل باب، الذي رأيه موافق للكتاب، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذي النورين الذي هجر الهجرتين، الشهيد المشهود باليقين، المعتدل عن الفتن في الدين، محيي الليالي بتلاوة القرآن، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى الزاهد الولي صاحب العضد القوي، حامل اللواء المحمدي، مظهر العجائب، أنيس النبي في النوائب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى السيدين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى الشيخين المكرمين المطهرين من الأدناس سيدنا الحمزة وسيدنا العباس، وعلى أزواج نبيك المطهرات، وعلى فرق المهاجرين والأنصار وتابعيهم الأبرار المتقين الأخيار. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم قدس أرواح الأئمة المجتهدين والخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم انصر ولاة الإسلام، واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد، واخذل من خذل دين محمد، بقوة جبروتك وعزة ملكوتك، إنك سميع قريب كريم مجيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والزوار والمسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجدب والحرب والقحط والطعن والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.